هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية الكيفية عن مشاعر الحبيب نوايا، وإلى ما ستؤول علاقتكما. رح نشوف مستقبل العلاقة، كذلك رح أتحدث عن مشاعرك أنت ونواياك يا برج الثور. ورح أخصص فقرة للناس العزاب، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم. رح نكشف بورق التاروت شو رح يطلع لك يا عزيز برج الثور. اوكي، يعني كيف العادة وكيف معودتكم على انه القراءة تقبل ان تكون عكسية، وممكن ووارد جدا انه تكون عكسية. وكذلك يعني اذا ما انطبقت عليك القراءة، ممكن تشوف البرج الشمسي والقمري أو الطالع على حسب. أوكي، شوف أي قراءة تنطبق عليك وشوف الفيديو تبعه. يعني بدي أشكركم على دعمكم لإلي، وشكرا. وكمان ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت. اوكي، عم يطلع لي يا برج الثور على انه انت حاليا كأنه في عندك طاقة جيدة جدا. عم تحس حالك كأنه طفل صغير، بتحس حالك يعني عندك طاقة وانرجي كتير عالية لبدء اي شيء بحياتك. اذا كان المشروع يعني اذا كان الموضوع مشروع مادي، فانا وخاصة الطاقة عم تطلع هون يعني بالموضوع المادي. بيطلع البنتكلز اللي هم النقود، عم يطلع لأنه انت حاليا يعني الموضوع العملي عم تفكر فيه بكثرة بهذه الوقت، وعم شوف في بداية لمشروع، يعني بداية أو خطوة أولى لجني المال. عم شوف في مردود مالي بيطلع لك من هذا المشروع. إذا ما كان الموضوع على مشروع أو عمل، عم شوف الموضوع يعني على استقرار، كأنه أنت بدك استقرار، وعم شوف في بداية خطوة نحو استقرار. ممكن إذا كنتوا في علاقة غير مرسمة، عم شوف في اتجاه نحو الترسيم. إذا ما كانت الأوضاع وكنتوا في علاقة مش ثابتة، وكل مرة ما فيها ثبات، يعني هالعلاقة ما فيها العلاقة كل مرة تتخاصموا وتتصالحوا مش متفاهمين مع بعض، عم شوف انه في ثبات بهذه الوقت او بهذه الايام. عم شوف انه الوضع فيه استقرار، فيه ثبات اكثر. الموضوع يعني او الشريك عم شوفه حاليا يعني بطاقة الكوين اوف سوردز. يعني ممكن هالانسان عم يتحدث معك بنوع من القسوة. اوكي، بنوع من القسوة، يعني محسسك بنوع من هالإنسان عم يتحدث معك بنوع من القسوة. كذلك ممكن يكون بيتحدث معك بنوع من الكبر، بالرغم من انه شخص، انت بتعرف انه شخص حساس وشخص جميل، بس عم يتحدث بلغة قاسية شوي. اوكي، كذلك عم يطغى عليه الوضع المادي، عنده وضع مادي جيد جدا، يعني استقرار. يعني مش الكل راح تكون قراءة اشخاص اغنياء، بس انا عم شوف انه هالانسان ماديته يعني في استقرار مادي، وفي موضوع مادي جيد جدا. مش انسان الموضوع المادي ليس جيد. اوكي، انا عم شوف كذلك انت يا برج الثور، عم شوف كأنه عم تحس في خيانة من الشريك، ويعني كأنه مشاعرك حاليا مرتبكة، وكأنه عايز انتقام، عايز
انه تنتقم لهذا الشخص، لانه انت عم تشوف يا برج الترعه، لانه العلاقه استمرت طويلا وتحملت الكثير من اجل هذه العلاقه، بس كيف جازاك هالشخص؟ جازاك بالخيانه، خانك، غدرك، ولهيك انت عم تحس انه في طاقه انتقام، بدك تنتقم من تنتقم لكرامتك، تنتقم لكل هالوقت اللي ضيعته معه وهالجهد اللي ضيعته معه بقى بالفشل. اوكي، اما الشخص الاخر عم شوفه انسان عم يحبك، في مشاعر كتير، بس كمان هو مجروح من يعني في حب قوي ومجروح كذلك. اوكي، هالانسان مجروح، عم يحس انه في جرح وفي الم داخله، بده يرجع الأمور العاطفية إلى ما كانت إليه قبلا. في أفكار كتير سوداوية عم تجي بباله، لأنه هيدي الشادو سايد هي ورقة الشيطان، the devil بأوراق التانية، ورقة التاروت اللي أنتو عم تستعملوه بيستعملوه البنيات. عم شوف على أنه في أفكار سوداوية براسه عم تجي بباله، في كسرة قلب، بس هالإنسان في كتير عم يحمل يعني حب كبير لإلك، هالإنسان عم يحبك بشكل حقيقي، بس أنا عم شوفك عم تشوفه كأنه خائن، كأنه غدرك، كأنه ما أوفى بشيء، يعني في نوع من الخيانة، كانت خيانة جسدية أو خيانة معنوية، ممكن ما تكون خيانة مع امرأة أخرى، ممكن يكون خانك ما أوفى بالعهد، إنه ما كان على قدر كلمته. أوكي، عم شوف كذلك على إنه الأشياء اللي ما عم تحبها فيه، ما عم تحب فيه على انه ممكن هالانسان بيعطي للاخرين اكثر ما بيعطيك انت، مشاعره نحو الاخرين كتير قوية، وبيعطي وقت للناس التانية، بيعطي جهد وبيحترم الناس الثانية أكثر ما بيحترمك أنت. عم تحس أنه ما في عدل بالعلاقة، أنا اللي راح أكون يعني من أولوياته ما عم يعاملني جيدا. أوكي، هيك أنت عم تحس. كذلك عم شوف حتى الإيجابيات، أنه إنسان أنت كذلك تعترف يا برج الثور على أنه هالإنسان بيعرف يحكي معك، كلامه حلو، ممكن بيقدم لك هدية، شخص رومانسي هالإنسان، ممكن يكون برج السرطان وعم تطلع عندي الأبراج طاقة برج الثور، كذلك طاقتك يا برج الثور، طاقة برج القوس عم تطلع، طاقة الأبراج المائية والأبراج الهوائية وكذلك الترابية حتى النارية، يعني كل الطاقات عم تطلع عندي بهذه القراءة. عم شوف على أنه كذلك هو ما عم يحب فيك على أنه أنت شخص ما عم تقدر أو لا تستطيع أن توازن، يعني أنت شخص ما بتعرف توازن كتير أشياء، ممكن أنت إذا أحببت بعمق، وممكن بتريد له الشخص لآخر، يعني تمتلك لهذا الشخص، ما عم تعرف كيف توازن وقتك، أو تعرف أنه كيف العلاقة تعيشها. أوكي، لأنه أنا عم لاحظ حتى من الكومنتات اللي عم تطلع عندي على أنه إحنا شعب عندنا مشكل بالعلاقات، لأنه مش كل الناس خاينة، ومش كل الناس حرامية، ومش كل الناس كذابين، إحنا عندنا مشكل بالعلاقات، ما بنعرف نتعايش بالعلاقات. العلاقة ما تفكروها هينة أبدا، العلاقة تستنزفك طاقيا، تستنزفك يعني من وقتك، من كل شيء. العلاقة شيء
شيء ليس بالسهل. إذا أنت بتدخل بعلاقة بس ليعطيك الشريك، أنت على غلط، لأن العلاقة فيها أخذ ورد، فيها نوع يعني كتير صعب العلاقة. يعني أنا عم شوف أنه كل الناس مدى كلمة اللي رح تمشي، كمان عم شوف البنات، أنا حكيت وما رد علي وليش ما عم يحكي معي؟ ما رح يحكي معك يا أختي، ما رح يجاوبك. ليش بقى؟ لأنه أنت عم تعطي طاقة على أنه أنا محتاجيتك، بس لما تعطي طاقة على أنه أنا لا ينقصني أحد في حياتي، أنا العلاقة بعملها بس لا يعني بس لا استكفي فيها، أو يكون فيها نوع من تغطي يعني جزء من العاطفة أو الفراغ الداخلي، هيدا بس. يعني أنت كيف رحت كيف إجت، ولازم تكون علاقة عقلانية، علاقة ما فيها نوع من التشبث والتعلق بالآخر، ما فيها غيري وما فيها شك، أكيد راح تكون علاقة ناجحة. كوني على أكيد، لأنه أنا عم شوف الدول العربية كلها عندها مشكل بالعلاقات. إذا بدكم أنه أعمل حلقات عن العلاقات، لأنه عم شوف في مشاكل كتير كبيرة من هذا القبيل، رح أعملها إن شاء الله، بس حطوا لي بالكومنت. أوكي، أنا خاصة هو عم يشوفك على أنه ما بتستطيع أن توازن بين حياتك وبين هالعلاقة، كأنه هالعلاقة أخذ كل وقتك، كأنه هالإنسان ممكن خانق عليه، ممكن عم تكلمه كتير، كأنه عم تقله ليش ما حكيت معي، ليش هيدا. لا، مو لازم تكون هيك، لازم تكون متوازن بالعلاقة، لأنه عم تطلع لي طاقة التوازن أكثر. الشيء الإيجابي اللي عم يحسها الإنسان جميل فيك يا برج الثور، على أنه أنت شخص شخص يعني كلامك جميل، عم تسأل عليه، عم تحكي معه، عم تلفنه، عم تسأل. يعني الإنسان لا ينكر على أنه أنت عم تسأل فيه وبحب هالشغلة، بس أنت ممكن عم تبالغ بالأمر، تبالغ بالشيء، عم تحكي معه بكثرة، عم تسأل عليه، عم تخنق عليه، وخاصة الرجال ما بحبوا الخنقة، الرجال بحبوا الحرية، يكون حر، ما بحب أنه تحطه بقفص وكل مرة تسأل عليه وين رحت وين أجت، ما بحب الرجال هيك. أوكي، بس بالنوايا أنت عم تنوي على انه هالعلاقة يعني تتجدد، او العلاقة تاخذ منحى نحو انه تتحسن. اوكي، انه يعني يصير فيها نوع من التوازن وترجعوا لبعض. عم شوف في مراسلة وفي حكي. اوكي، كذلك هو بدو الأوضاع تستقر معك أكثر، بدو الأوضاع تستقر ويلاقي حل. كذلك هو هالموضوع يعني شاغل باله. إذا عم نحكي يعني مستقبل العلاقة، يعني هل هالعلاقة رح تكون، يعني أنا يعني كيف ما بيطلع لي بالورق، على أنه لساته في أفكار عم تجي ببالك وبباله كذلك، في أفكار سوداوية، في أفكار حائرين، في حب وفي كل شيء، في 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 مشاعر جميلة أنت والشريك، بس ما عارفين توصلوا لحل. في أفكار سوداوية عم تجي ببالكم، كذلك هو عم تجي بباله، في نوع من الأخذ الوقت للتفكير. أوكي، بس يعني لازم، كأنه الورق يدعوك أنه لازم تلاقوا حل لهالعلاقة علشان تستمر الأمور.
لأنيس العزيب عم شوف في بداية جديدة، ممكن الشخص يكون برج الأسد. هالإنسان يعني الإنسان اللي كنت عم بتمنى أو تحلم في دعاء أو في نوع من ال يعني كأنه ستستجاب لك دعواتك يا برج الثور، وراح تحصل على الشخص اللي كنت يعني أو شبيه للشخص الذي كنت تتمنيه بأحلامك. عم شوف كذلك أنه دي كارما، ممكن تكون علاقة قديمة ورح ترجع من جديد، لأنه في هون كات الكارما، ما بعرف إذا ببين هيدي ورق الكارما، يعني يعني ممكن تكون كذلك علاقة قديمة ورح ترجع ترجعوا لبعض. يعني النصيحة اللي حطيتها لبرج، يعني لبرج التور خاصة للعزيب، ايه وارد جدا انه تكون العلاقة، لانه هون بيطلع the world يعني العالم. ممكن هالعلاقة اللي كانت قبل ما انتهت رح ترجع ورح تعيد نفسها من جديد لإلك. اوكي، رح اخذ نصائح لإلكم يا برج التور لطاقة شهر نوفمبر. طلعت ورقة الميوزك هارموني، يعني لازم تكون مرن يا برج الثور، لازم تكون مرن. وكمان هون بيطلع لك ورقة الباست لايف، the situation involve your past life memory. هيدي بتحكي على انه هيدا الوضع اللي انت حاسس فيه او الوضع اللي انت فيه حاليا كأنه كان بالماضي. كذلك هذه للناس العزيب، لانه في علاقة من الماضي او دي كارما، لازم في علاقة من الماضي راح تعود ل يعني لتصححوا كتير اشياء. اوكي، كذلك رح اخذ نصيحة من هون. يستشيرونك عدة ناس عشان تعطيهم نصائح، يعني هذه الصفة او هذه الهبة، يعني كتير ناس عم تطلب منك انه تعطيها استشارة او معلومة لتحسن اوضاعك. انا بنصحك يا برج الثور صراحة انه تتماشى مع الاوضاع، انه تكون في هارموني وفي نوع من الانسجام مع الشريك الاخر، انه تلاقي حل انت والشريك. كمان انا منصح العلاقة اللي هي من الباست لايف او حدا رح يرجع لك من الماضي، انا نشوف لازم انه تحسنوا الاوضاع، لانه نشوف في كارما. يعني اذا كذلك تعاملتوا بالشيء سيء رح تكون كارما سيئة، ورح ممكن هالشخص يعاملك بالسوء كذلك. اوكي، أن الكارما يعني كما تدين تدان. ويعني إذا عندك وللبعض، وهذه عم شوفها خاصة للبعض، إذا عندك صفة أنه ترشد أشخاص آخرين، ارشدهم أو استغلها لتكون عندك بمردود مادي جيد. اوكي، هذا كل شيء كان لكم يا برج الثور. بتمنى انه كون ساعدتكم او اعطيتكم قراءة بسيطة، وشكرا لكم.